كثير من الجمعيات والمبادرات والتطوعية والاجتماعية بظل الحرب على سوريا نشطت، ما هي جمعيات؟ واليوم معنا جمعية جذور للدعم النفسي للأطفال والنساء المعنفات، فقد أقامت مؤخرا فعالية لمة حب لأطفال من دار العودة للأيتام بمنطقة الغزلانية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. اكيد بدنا نحكي عن الفعاليه اللي اقمتوا فيها. طبعا عدد من الاطفال من منطقه الغزلانيه تخللت حفل فني وايضا يمكن مسابقات، وجبتوا لهم يمكن فرقه اسمها رومانتيكا وعملتوا لهم جو. احكي لنا شوي عن الفعاليه من بدايتها، كيف كان يمكن رده فعل الاولاد اللي معكم؟ هلا اول شيء يسعد صباحكم. نحن جذور بالاساس رفعت شعار العمل محبه وللمحبه جذور، فعم نحاول بكل مبادراتنا ونشاطاتنا نترجم المحبة لعمل. طبعا لمة حب توجهنا فيها، أو هي حملة بالأساس رح نتوجه فيها لدور الأيتام موجودين بمدينة دمشق. كنا أول شيء توجهنا لأطفال جمعية العودة الموجودة بمنطقة الغزلانية. كتير حلو، كنا نرسم ابتسامة على وجوه الأطفال. طبعا هي تخللت الفعالية عدة برامج مثل ما ذكرتي حضرتك، كان في فرقة خلينا رومانتيكا. نذكر بس كمان انه انت كمان رئيس مجلس إدارة جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي، طبعا المحامية خلودة رجب، واكيد يعني من الحقوق للعمل التطوعي اكيد يعني في فرق، بس انه كيف عم تلاقي الفعاليات التطوعية وخاصة مع الاولاد؟ تمام. هلا نحن بالاساس هلا العمل الانساني هو من اهم الاعمال الانسانيه الموجوده على الارض، فبيزيد كل هاي الفوارق الاجتماعيه، فما بيعود في محامي ودكتور وكذا، كلنا بالنهايه بوقت بنشتغل في شكل ميداني على الارض كلنا متطوعين. بالنسبه للاطفال، هلا هي جمعيه جذور موجهه لكل شرائح المجتمع السوري، حبينا نختار للاطفال لانهم بالنهايه هن عماد المستقبل يعني وامل الغد. فكتير حلو نشوف هالابتسامة مرسومة على قلوب بيضة بحاجة رعاية، وخصوصي بظل هالظروف اللي احنا عم نعيشها. طيب خلينا نحكي، قلتي في ظل الظروف اللي احنا عم نعيشها، فعلا قديش مهم إقامة هي الفعاليات والنشاطات خصوصا للأطفال، لما نحن نقول لمة حب، لمة محبة، لمة ود، لرسم البسمة على وجوه الأطفال، يمكن اللي الحرب سرقتهم كتير تفاصيل، يعني 6 سنوات من الحرب على سوريا منا بالكلمة سهلة تقال. صحيح، هي مسؤوليتنا نحن كمجتمع أهلي، قديش بحاجة فعلا للكثير من المبادرات والفرق التطوعية اللي تشتغل بمجال الطفولة. تمام، لأنه فعلا الحرب أخذت منا كثير، والأطفال تحديدا بهي الفترة عم نشوف كثير حالات كنا نشوفها حالات معينة أصبحت ظواهر، وخصوصي من العنف مثلا ضد الأطفال وإلى آخره. فنحن عن جد بحاجة لتضافر كافة الجهود لنقدر نعمل شيء ونشتغل على الأرض. أكيد الجمعية عم تتوجه للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية، ليش تم اختيار هي الشريحة من الأولاد؟ جذور اشتغلت على مشروع اسمه جذور الأمل، توجهنا فيه لمعهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية، وهذا المشروع من ضمن المشاريع المستدامة الموجودة بجمعية جذور، واللي كان انطلاقتها لجمعية جذور من خلال هذا المشروع. طبعا ما بدنا ننسى انه اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه هن بحاجه لرعايه مضاعفه، بحاجه لاهتمام خاص فيهم، وخصوصي انه هي الشريحه احيانا عم نشوفها مهمشه بالمجتمع السوري، فقديش بحاجه لنعيد اندماجه بالمجتمع من اول وجديد. هي مسؤوليتنا نحن اكيد اولا واخيرا. خلود، كاميرا الاخباريه السوريه كانت حاضره بالفعاليه، خلونا نتابع بعض المقتطفات ونتابع حديثنا معك. حبينا نتوجه لهم نحن بلمة حب منا جمعية جذور، نجمعهم على لمة حب لأنه هن بحاجة لمحبة، بحاجة لعطاء، بحاجة لحنان لفرح، فحبينا أنه نحن نجمعهم على هالشي هاد، حبينا أنه نحن نقدم لهم، حاول نزرع فيهم جذور الحب، جذور الخير، جذور العطاء، جذور الأمل ببكرة. نحن لاستمرارية عمل جمعية جذور اللي هي مختصة بالدعم النفسي والاجتماعي، نحن توجهنا للأطفال المعاقين وتوجهنا للمكفوفين، وهلا حبينا نتوجه بخطوة جديدة للأطفال الأيتام اللي هن موجودين بمنطقة بعيدة وما عم تقدر باقي الجمعيات أو توصلهم،
فنحن بنحاول انه نزرع لهم البسمه على وجوههم وان شاء الله بيعمل فرح. جينا كلياتنا لحتى نزرع بسمه على وجوه الاطفال من دار الايتام اسمه عوده، وكلياتنا عم نعمل هيك فعاليات لحتى الاولاد ينبسطوا، لحتى نزرع بسمه على وجوههم، لحتى يتفاعلوا معنا. في مسابقات هدايا، في غدا للاطفال، يعني هيك شغلات. هلا نحن في المشروع دار الامل جذور الامل اللي هو كان انطلاقتنا الصراحه وكان اول مشروع مسكو، ونحن مستمرين فيه دائما ومستلمينه من كافه النواحي. وبنفس الوقت عندنا كمان لمه ذهب عتيق اللي كمان توجهنا فيه للمسنين بدار غريغوريوس، كمان هذا حيكون حملة مستمرة. وهلأ مثل ما شفتي لمة حب متوجهين فيه للأيتام، مشاريعنا بنهاية كلها مستمرة إن شاء الله. هلأ مشروع لمة حب اليوم كان البداية ولسه ما له نهاية إن شاء الله، بلشنا بأطفال جمعية العودة ومستمرين إن شاء الله لنخلي الفرح يعم كل الأطفال. يعني خلود شفنا يمكن أجواء هالفعالية قد الأولاد فرحانين وقد في عن جد حب. خلينا نحكي شوي عن لمة حب بلمحة وقد ممكن تستمر هاي الفعالية. هلا لمة حب هي مثل ما سبق وذكرت إنه موجودة على مدار العام إن شاء الله. توجهنا أول شيء لجمعية العودة، أطفال جمعية العودة بمنطقة الغزلانية، ولاحقا أكيد رح نستهدف كافة دور الأيتام موجودة بدمشق، ولاحقا إن شاء الله لنغطي بقية المحافظات السورية. هلا بالنسبه للمة حب اذا بدنا نحكي عن فعالياتها، كان في عنا انسلا بترسم هيك على الوش، كمان في عنا فقره رومانتيكا اللي قدمت عده فقرات، طبعا العاب خفه ومسابقات وجوائز للاطفال، كمان عنا كان وجبه غدا، واخيرا توزيع الهدايا. كثير حلو كنا نشوف هالابتسامه مرسومه على وجوه الاطفال، طبعا وهذا الشيء انعكس علينا نحن شخصيا، يعني فيقت لنا هذا المارد الصغير او هذا الطفل الصغير الموجود بداخل كل حدا فينا. طبعا طيب خلينا نحكي عن نشاطاتكم بال2013. كنا عم نحكي تحت الهواء انه في كثير من النشاطات عندكم يمكن رزنامه مليئه، صح. خلينا نحكي عن هي النشاطات وعلى شو عم تركزوا حاليا، يعني بعض الاطفال ممكن يكون في اشياء ثانيه مركزين عليها. تمام، هلا بالنسبه لخطتنا المستقبليه اذا بدنا نحكي على خطه 2017، طبعا لمه حب هي مستمره، حمله لمه حب، وفي عنا كمان حمله ذهب عتيق اللي توجهنا فيها لدور المسنين. في عنا مشروع جذور الامل اللي توجهنا فيه لمعهد التربيه الخاصه للاعاقه الذهنيه، حاليا نحن هلا عم ندرس هيكليه جديده للمشروع. كمان في عنا مشروع بخص كفاله ذوي الاحتياجات الخاصه. إذا بدنا نحكي كمان على التشاركية مع الجمعيات وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عم ندرس اقتراحات هلأ لمشروع المرأة الكفيلة أو المرأة المعيلة، كفالة المرأة المعيلة وتأمين فرص للعمل لها طبعا، وبالإضافة لدعم المشاريع المتناهية الصغر. خلود قد يمكن عم تصادفوا حالات كانت من مفرزات الأزمة، إن كان من نساء معنفات أو إن كان من أطفال يمكن عندهم وضع خاص، قد مهم اليوم العمل التطوعي يكون خاص وله بصمة على أرض الواقع، مو مجرد بس توعية، يعني مو إيد لحالها بتصفى. صحيح، مثل ما ذكرتي حضرتك انه مفرزات الازمه الحاليه كان لها تداعيات سلبيه كثير وخطيره موجوده بالمجتمع، اهمها هي حاله العنف. فنحن كمجتمعات اهليه طبعا بحاجه لتضافر كافه الجهود، سواء كانت فرديه او حكوميه او حتى نحن كمجتمع اهلي، لنقدر نخلق ثقافه مناهضه للعنف من خلال ورشات توعويه تثقيفيه طبعا وغيرها كثير. طيب خلينا نحكي يعني جذور الامل، ذهب عتيق، لمه حب، حتى الشعارات اللي بتطلقوها إلى هدف ورسالة معينة، خلينا نحكي عنها. يمكن الهدف الأساسي في ظل الأزمة هي رسم البسمة على وجوه الأطفال، التأكيد على التآخي الموجود في المجتمع. يعني تماما مثل ما ذكرت، هي رسالتنا الأولى والأخيرة هي نشر المحبة. مجرد يكون في محبة بين الكل بظن كل الأمور بالنهاية بتنتهي، وإن شاء الله دائما بتبقى جذور الخير والعطاء يعني موجودة بقلب هالبلد إن شاء الله.
ونقدر نحقق شيء كلياتنا وإيدي بإيد. أكيد. خلود كمان كان عندكم زيارة قبل لما تحب لأيضا دار المسنين، وأيضا احتفلتوا مع يمكن الكبار بالعمر، قد ايه كانت هيك في مشاعر تجاهكم وقد ايه انبسطوا فيكم كمان؟ انبسطوا فيكم كمان حملة ذهب عطية توجهنا فيها بعيد الميلاد لجمعية القديس غريغوريوس كانت كثير فعالية حلوة، تواصلنا معهم من خلال الموسيقى وخصوصي الأغاني القديمة، فكانت كثير فعالية حلوة، قدرنا نرسم هيك ابتسامة على وجوههم، نتفاعل معهم، رقصنا نحن وياهم. فنحن بالنهاية جمعية جذور هي من أهداف الأساسية هي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وهي مسؤولية جمعية جذور، وإن شاء الله هيك نتمنى نكون عم نقدر نوصل رسالتنا بمهنية وحرفية طبعا. طيب، من أحد أهداف جمعية جذور هو المرأة، خلينا نحكي عن العنف كمان ضد المرأة، قديش فعليا أنت حضرتك حقوقية عم تقدروا على أرض الواقع يمكن تحققوا شيء ملموس، لأنه نحن بمجتمع شرقي اليوم من النادر جدا لتلاقي مو بس المرأة، حتى الشاب يعني بيقول لك انه انا تعنفت، دائما البواب مسكرة. انت محامية، قديش فعلا قادرين تحققوا هيدا الشيء، وقديش في تفاعل بيكون موجود معكم؟ تمام. هلا هي بالنهاية حالة العنف اصبحت ظاهرة موجودة خصوصي بظل هالأزمة. تمام. للأسف يعني عم تتزايد دائما، هي مسؤولية نحن بقى نرجع نحاول مجتمع الأهلي. صحيح، كمجتمع أهلي نرجع نضوي على هذا الجانب، لأنه العنف هو بالنهاية له أشكال كتير. تمام. في عنا عنف مجتمعي وهذا موجود كتير خلال الأزمة، في عنا عنف سلوكي، عنف جنسي وإلى آخره. يمكن إحنا شوي بنتوجه للمرأة لأنه منلاحظ أنه أغلب العنف هو موجه بيكون ضد المرأة، ولكن أنا هلأ اللي عم شوفه خلال حتى شغلنا أنه لا، أصبح موجود لكل الشرائح. صحيح. حالة العنف إن شاء الله هيك بتقدروا تعملوا شيء حتى بالقوانين، يعني بقصة العنف عند المرأة حتى الرجل. خلينا نحكي شوي كمان عن جمعية جذور، قد ايه عمرها، للشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا فيها، كيف عم تكون الأجواء، أو كيف بما أنه لكم شهرين يمكن. صحيح. أو هي جديدة، ما بعرف قد الوقت بالتحديد، لكن أنه كيف حسيتوا هي التجربة؟ تمام. هلأ جمعية جذور هي ما صلى تقريبا شهرين وشهرت. الحقيقة نحن عم نشتغل بجو كتير حلو، جو محبة، وهذا هو هدفنا، يعني كأشخاص متطوعين فعليا على الأرض وننزل بشكل ميداني لحتى نستقطب كل شرائح المجتمع السوري. في عدد معين عندكم بالجمعية؟ تمام. في أصبحنا هلأ تقريبا شي 60 متطوع ومتطوعة. طبعا نحن موجودين من كافة شرائح المجتمع السوري بكل أطيافه، في عنا إذا بدنا نحكي عن هيكلية جمعية جذور، في عنا عدة أقسام، أهم قسم هو قسم الدعم النفسي طبعا اللي بضم أطباء نفسيين، مرشدين تربويين، وأخصائيين نفسيين. طيب خلينا نحكي لجميع الشباب والصبايا اللي عم يشوفونا اليوم، كيف بتتم آلية التطوع بالجمعية والمشاركة معكم؟ تمام. هلأ نحن بالنسبة لجمعية جذور أكيد مرحب بالجميع، في عنا قسم الموارد البشرية بيتم التواصل معهم، في طلبات انتساب وبصير أكيد معنا بالجمعية. طيب خلينا كمان نحكي شوي عن التشاركية والتشبيك مع الجهات الحكومية، يمكن وزارة الشؤون الاجتماعية هي أكثر شيء ممكن تتعاملوا معه، لكن كمان خلينا نحكي هل في تسهيلات إجراءات أنتم كجمعية جديدة، شو بتطلبوا اليوم عبر منبر الإخبارية السورية من دعم، وخاصة أنه عم تشتغلوا على موضوع يمكن قليل من الجمعيات عم تشتغل عليه؟ هلأ نحن كان في تشاركية أكيد مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يخص مشروع جذور الأمل اللي توجهنا فيه لمعهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية. طبعا أكيد الوزارة مشكورة، قدمت لنا دعم لوجستي كتير مهم وتسهيلات. أكيد كل جمعية بحاجة لنقدم لها تسهيلات لتقدر تشتغل بشكل فاعل كتير على الأرض. ومثل ما سبق وذكرت أنه نحن فعلا بحاجة لتشبيك مع كافة الجمعيات، لأنه بالنهاية في خبرات نستفيد منها وهي بتستفيد منها، بتزيد علينا وبنزيد عليها. وبالعكس أنا مع حالة التشاركية أولا وأخيرا. وقديش مهم هيدا التشبيك بما أنه أنتم جمعية هدفها الأساسي يمكن الدعم النفسي، التشبيك مع باقي الجمعيات بما أنكم جمعية جديدة لتبادل الخبرات يمكن للعمل التطوعي المشترك؟ تمام. هلأ تحت رعاية كمان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عم بيكون في عنا دائما اجتماعات مصغرة بتشبيك مع عدة جمعيات لنطرح عدة مشاريع من ضمن مشروع كفالة ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع كفالة المرأة المعيلة وتمكينها وغيرها كتير كمان من المشاريع المطروحة مع بقية الجمعيات. أكيد. كلمة أخيرة بتحب توجهيها لفريق أو لجمعية جذور لكل الشباب والصبايا؟
ممكن عم يعطوا من قلبهم ويرسموا بسمة على وجوه كل امرأة أو كل طفل؟ هلأ أنا بقول دائما إن شاء الله بتبقى جذور الخير والمحبة والسلام باقية بهالأرض. ما يوحدنا نحن السوريين هي جذورنا المتأصلة بعمق التاريخ. أكيد أكيد. أنا بدي أتشكرك أكيد أستاذة خلود رجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي، موفقين إن شاء الله بكل النشاطات ب 2017. أنا كمان بدي أشكر الإخبارية السورية اللي هي دائما عم تكون فعالة وحاضرة بكل نشاطاتنا وفعالياتنا. نتمنى لكم التوفيق لكل أفراد عائلتكم. شكرا كثير إليك.